طب لو وضحنا اكتر الصوره، لانه عمره الميثاني بتحتج بيه الجماعه طول الوقت، او بيحتج بيه يعني كثيرون، انه الراجل ده اخواني وكان ضد العنف، وكان مع انه يبقى في علاقات ود وسلام مع المجتمع. لكن في عهده كمان اتفجرت قضيه التنظيم السري، او القضيه المعروفه بقضيه 122. ايه قصه القضيه دي؟ احنا عندنا موقفين. نعم. موقف فلتت منه بعض تعبيرات من برضو التلمساني. من التلمساني في التحقيق معاه امام المدعي العام الاشتراكي، ودي تحقيقات لم تنشرها الدولة، اتكلم فيها عن الخلافة الاسلامية، واول مرة يسهب في هذه الفكرة. كان دايما يقولها باختصار، كان بيقولها بس كان بيقولها باختصار، اسهب فيها. واللي اسهب فيه اكتر بقى دار الاسلام. دار الاسلام. دار الاسلام، كلمه دار الاسلام. هذه الاعراض ظهرت عنده في تحقيقات المدعي العام الاشتراكي. ودي اول مره يستخدم هذه المصطلحات. دي المصطلحات اللي بتتسق مع الاتجاه بقى الاخواني بالظبط اللي كده. بيتبنى العنف بدا ودار ويتبنى الاسلام الوصول. وكده ودي دار الاسلام، ودي دار حرب، وهكذا. انا وبعض زملائي اعتبرناها من الباحثين، يعني اعتبرناها نتيجة زهقه، لأن كان دي أيام قرارات سبتمبر، وأيام السادات ما غضب على كل أصحابه ودخلهم السجن وقلب على الوش التاني، فقلنا يمكن ده رد فعل بسيط يعني. إنما هو الأهم بقى إن عمر التلمساني ما كانش مرضي عنه كمان من التنظيم السري داخل الجماعة. وبالذات مصطفى مشهور، وبالذات محمود عزت، وبالذات خيرت الشعب، وعملوا ضده أول انقلاب حقيقي في القضية، معبر عنه في القضية 122 سنة 83. هو قبض على القضية سنة 83، ودي القضية برضو ما حدش بيلقي عليها الضوء، لكن هي قضية تنظيم سري وانقلاب حقيقي ضد عمر التلمساني. إزاي؟ كانوا يجوا للشخص، والكلام ده مكتوب كله في التحقيقات، ودي تحقيقات ما كانش فيها تعذيب مطلقا في الأقوال، إنما كان فيها إساءة معاملة لأحد الأبطال اسمه أحمد توفيق كنزي، وهو اللي حكى لهم كل التفاصيل مقابل إنه يحفظوا القضية. أحمد توفيق كنزي ده كان أحد المصادر المالية للتنظيم الخاص. التنظيم الخاص للإخوان. هو الدكتور أبو بكر سوداني. وكان التنظيم الخاص ده يعني كل هدفه في هذا الوقت قلب عمر التلمساني، انقلاب يعني. ما كانش عاجبهم الطريقه، رغم ان الطريقه هتوصلهم لنفس الهدف. بالظبط. يعني هو عمر التلمساني كان في النهايه عايز يأخون المجتمع كله ويسيطر على المجتمع كله. بالزبط. بس بطريقته ونفس الافكار اللي ظهرت بعد كده، ونفس يعني ظهر كل الكلام اللي كان بيقوله عمر التلمساني، كان بدأ يقوله بعد بالظبط احداث سبتمبر، يعني اتغير شويه. تمام. انما التنظيم السري ما كانش عايز الكلام ده. التنظيم السري بيبني نفسه عن طريق البناء الهرم السري داخل الجماعه. فيجي على الشخص اللي يتفق مع الشيخ الشناوي مثلا، اسمه الشيخ الشناوي، اللي هو يعتبر قريب بديع، عديله او حماه او كده، يقولوا له انت هتبقى مسؤول مصر الجديده. تمام. يقول لهم قال له طب وفلان؟ يقول له مالكش دعوه، الاوامر هتجيلك مننا. هو بقى ايه، ما ملوش انه يسأل كتير. يبتدي يكونوا قيادة خاصة للشيخ الشناوي داخل منطقة مصر الجديدة. وده الكلام اللي قاله الشيخ الشناوي من غير تعذيب. قال ده هم كانوا بيعدوني على ان انا امسك مصر الجديدة، وطلبوا مني كذا وكذا، يعني عشان ما حدش يقول ان الكلام ده من تحقيقات وراء تعذيب، بالعكس. تمام. هذا كلام الناس بارادتهم. والتاني مثلا، خليك انت في منطقة احمد توفيق كنزي، انت في منطقة كبر القبة، انت في منطقة احمد توفيق كنزي كان عين شمس، انت مسؤول عين شمس وشرق القاهرة، خلاص بقى هو المسؤول، فالاوامر ما تجيش لاي حد تاني غير احمد توفيق. وبالتالي هم مهمتهم ان يحيطوا بالمرشد ويبقوا هم كل شيء. ما اصطدمش بالافكار دي غير يمكن عبد المنعم في اخر الايام، ابو الفتوح، وبعض الاشخاص اللي رفضوا زي سالم نجم ان التنظيم السري يسيطر بهذه الطريقه. ويبدو ان الدوله كمان ما كانتش راضيه على سيطره التنظيم السري. يبدو ذلك. قبضوا عليهم كلهم. هو كان القبض وقتها
بهدف ابعاد مصطفى مشهور عن منصب المرشد بعد التلمساني. لانه يعني هو بازاحته جه حامد ابو الناصر. صحيح مصطفى مشهور بعد كده تولى منصب المرشد بالزبط. لكن الفتره دي كان في رغبه لازاحه مصطفى مشهور لما يعرف عنه يعني من انتهاكه العنف وتورطه فيه.